السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد، ودائما رانا مع يوميات فلاح. قبل شهر شاركت معكم زراعة الشتلات، وكان بين هذه الشتلات الباذنجان. اليوم راه جا الدور على الباذنجان، راح نقوم بغرسه في الأرض. هنا عندي هذه الشتلات كيف راكم تشاهدوا، هذه هي نتاع الباذنجان. كانت في هذاك القالب المستطيل اللي راه بعيد، راح نقوم بقصها بحيث تكون كل كوب وحده حتى يسهل إخراجها من الكوب. هنا قمت بتقطيعها بهذا الشكل بحيث يكون كل كوب وحده. راح نوزعها في المكان اللي راح نغرسها فيه، راح نغرسها في أبادو مع البصل اللي غرسته الأسبوع الماضي. هذا هو أبادو اللي غرست فيه البصل الأسبوع الماضي. راه البصل ما شاء الله راه قبض وراه ينمو من جديد. راح نوزع القوالب قبل نغرسها حتى نعرف الكمية، كل شجرة نتاع باذنجان المكان نتاعها، بعدين نبدأ نغرسها وبعدين نسقيها. طبعا مع أنه هذا الوقت ما هوش مناسب غرس الباذنجان، لأنه راح يجي الشتاء، ومعروف أن الباذنجان في الشتاء ما يزيدش، لكن راح نغرسه وراح يبقى إن شاء الله في المكان. مجرد يدخل عليه شهر مارس إن شاء الله راح يبدأ في النمو من جديد. راح نروح نوزع هذه الشتلات من بعدين نغرسه. هنا قربت الصورة حتى تكون العملية أوضح.
راح نواصل غرس هذه الكمية اللي راهي عندي بهذه الطريقة حتى نكملها وننتقل نغرس شتلات الطماطم راهي مزروعة بهذا الشكل. وإن شاء الله ينال إعجابكم هذا الفيديو وتستفيدوا منه، والسلام عليكم.